يعني رفع بالمدخول عمل تقني كبير. مشكورة جمعية وطنية وربية غدا والماعز، مشكورة وزارة الفلاحة، مشكورة مجموعة من المزرعين من أجل ترميم سلالة المغرب، وبالأخص اليوم تنهضروا على سلالة بحضيت، سلالة جبال الأطلس الشامخة. مشكورة جمعية أيت محمد للبيئة والتنمية والتضامن على تنظيم هذا المهرجان واهتمامها بالكساب وبالكسيبة، يعني عمل كبير تقوم به وتقوم به الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز لناس بحضور قوي في المهرجان. هذا المهرجان هذا اللي تعتبره يعني شي حاجة اللي أساسية بالنسبة للجمعية، أي حاجة تهم الكساب، أي حاجة تهم التنمية ديالو، أي حاجة تهم الكسيبة، فالجمعية اليوم حاضرة بجانب الكساب بمنطقة تمحضيت في إطار فعالية مهرجان تسمية سلالة تمحضيت. حاضر رئيس الجمعية الوطنية سي عبد الرحمن المجدوبي، حاضر مدير الجمعية الوطنية سي سعيد الشاطبي، حاضرين الأطر حضر الأطر بياطرة تقنيين ومختصين وخبراء السلالة باش ينجحوا هذه التظاهرة. واليوم حاضر معنا المولود الجديد حديث النشأة مع هذا التقويم في مهنة تربية المولاشي اي اف ام او بلوطة. هذا المعهد هذا اللي هو معهد ديال الدولة تابع لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تحت إشراف فعل فعال للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، الجمعية حاملة المشروع، الجمعية اللي كانت وقفات على أن هذا المشروع تكويني الهادف لتقيس الكساب والكساب، تقيس الاستمرارية، تقيس التأطير، تقيس التنمية بشكل مباشر. هذا المعهد معهد تكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، هو معهد تخول الناس اللي عندهم ولا الشباب اللي عندهم من 15 حتى 30 سنة ذكور وإناث، عندهم المستوى يا إما السادس ابتدائي فما فوق أو الثالثة إعدادي فما فوق، غادي يحصلوا على دبلوم ديال الدولة وشواهد ديال الدولة في واحد المعهد اللي يتم إنشاؤه بطريقة احترافية. غادي يكون عندك في إطار التكوين، هو تكوين بالمجان، جميع الشباب هو غادي يكون تكوين بالمجان، فيه التغذية بالمجان وكذلك فيه حتى المبيت بالمجان، يعني غادي تاخذ ديبلوم ديال الدولة وبلا ما يعني ما تكون عندك الإرادة وتجي. وراه كاين عندنا هنا رواق خاص بمركز التكوين في مهن تربية الماشية ببلوطة، كاين عندنا هنا داخل مهرجان تقدر تجي وتسجل، غادي تقدر تشارك وتمشي تكون في هذا المعهد الحديث النشأة، وغادي تحصل على ديبلوم في إطار تربية الماشية وكذلك ديبلوم في إطار مشتقات الحليب، وغادي تقدر تحصل كذلك على ديبلوم في إطار مساعد مربي الماشية وكذلك واحد الشهادات لي خاصة بمحضر مشتقات الحليب التقليدية. إخوان غادي خصكم فقط فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وغادي خصك الشهادة الدراسية، وغادي خصك تواصل مع الجمعية ولا مع التكوين، وراه كلشي مفتوح اليوم حتى 15 جنيه.
حتى سياسة القوم تديرهاش. كان ممكن هادشي يبقى في الانترنت، كان ممكن يبقى راهي الوقوف، ولكن الجمعية استغلت، يعني ألوك استغلت هذه الظرفية وجابت لينا يعني المعهد حتى لعندنا، وقالت لينا إذا بغينا نسجلوا إذا بغينا نتكونوا مرحبا بينا عند ألوك عند إي في بي باش نقدروا نستافدوا من الدبلوم ديال الدولة. أربعتاش خروف دخلوا تباراو باش يجوا لينا ولا باش يحددوا لينا رقم واحد جوج ثلاثة. اللجنة حاليا تتحيد الخرفان اللي فيهم مشاكل أو عيوب واضحة باش تقدر تدوز المرحلة الحاسمة كيف ما قال الدكتور جانون، المرحلة الحاسمة اللي غنحددوا فيها هي اللي غنخدمو الإطارة وغنخدمو الأبعاد، غنشوفو الطول ونشوفو العرض ونشوفو الوقفة ونشوفو المشية ونشوفو جمالية القرون ونشوفو التناسق بالنسبة للرأس والسلالة، غادي نشوفو القوائم وغادي نشوفو بزاف ديال الأمور علاشنا باش يقدرو يحددو لينا أحسن خروف إنتاج السنة. خروف مهرجان، خروف مهرجان سي بحضيف اللي تنشرف عليه ولا في تنظيم من جمعية أي تحبس للبيئة والتنمية والتضامن. قلنا الإخوان من القلوبة وبتأطير خلينا شي جيمة الإخوان وكل اللي تبعنا أعطينا مدينة من تتبعنا المربي الأغنام والمائز بحضور قوي بأطورها وبمؤسستها بإدارتها من أجل الوقوف مع أحسن من أنتج سلالة الحضيض في المغرب، سلالة اللي تتعرف يعني فيها أكثر من 6500 منخرط فرقي على أزيد من 53 تجمع. هذا ديال الخوي لالا تبارك الله. اللجنة تيشرف عليها ولا برئاسة الدكتور جانون عبد الرحمن رئيس خلية الرئيس مرفوق با سيد رجع الله خبير سلالة سي بحضيت السيد كيك عبد الله خبير سلالة سي بحضيت السيد حسن السيري تقني بجمعية الوطنية في الأغنام الماعز وخبير سلالة سي بحضيت الإطارة ياسين مش آمين أطور أمين جزء من الجمعية الوطنية والبيئة والمعز سيد خالد إيمان تقليدي الجمعية الوطنية والسيد البولماني بن حميد تقليدي الجمعية. هذه هي اللجنة وهذه هما الناس اللي تشرفوا على تحديد رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة. إخوان منافسة قوية مستوى متقارب رغم الجفاف رغم الظروف رغم قساوة الجو قساوة المناخ على الصعيد العالمي تنشوفوا كذلك مجهود كبير إطار الطيران
والمتابعة الميدانية تخوف جميعهم أمر في الأغنى والمعيد تحت إشراف وزارة الفلاحة وتنشوفوا كذلك استمرارية بعمل طرف الكتابة رغم الظروف وتنشوفوا هذه النتائج من أجل الحفاظ على الموروث الطبيعي وتنشوفوا النتائج الأسطورية حقا تطوير العمل اليوم تخدموا بآليات متطورة حديثة برامج معلوماتية تجهيزات تقنية حديثة أفكار اعترافات مؤسسات يصرف على الهيئات والدولة من أجل اعتراف سلالة المحيط وجميع السلالات في المغرب تعطيه هذا الشيء قيمة وتعطيه يعني باش تكون كساب مؤطر عند مع الجمعية الوطنية في الأغنام والماعز يعني راه عندك واحد المجموعة من الامتيازات فضلا على المجهود اللي تقوم به ككساب فانت المجهود ديالك ما تيمشيش هباء منثورا بالعكس كاينين نتائج كاين تتويجات كاين المجهود ديالك في إطار تطوير البلاد اللي في هذا المجال ديال المحافظة على السلالات تنذكروا سلالات تمحضيت الأكبر انتشارا على الصعيد الوطني سلالة اللي تتصنف رقم واحد بالنسبة للعدد متواجدة بكثرة بالنسبة للتراب الوطني المغربي الحمد لله على هذه النتائج التي وصلوا لها بالنسبة لسلالة تمحضيت وجميع السلالات اليوم وصلنا أننا نديرو يعني أرقام قوية على مستوى الوزن والإنتاجية برامج جديدة بفضل التقارير بفضل المتابعة الصحية من هذا المنبر نشكر اللجنة الصحية والحرية الصحية لقطيع تنشوفوا واحد التبوع قوي من الجمهور والحضور الكريم لفعالية المهرجان حضور قوي وتتبوع يعني بعين تقنية ثاقبة تهما تعرفوا مصيبة وشكون غادي نجيبها تيتسناو شكون هذا اللي غادي يخرج قولينا ربعة ديال الكسيبة ربعة ديال الخرفان ربعة ديال الخرفان إنتاج السنة واحد فيهم غادي يخرج واحد غادي يتسقى في رقم ثلاثة واحد غادي يتسقى في رقم جوج واحد غادي ياخذ خروف المهرجان اللجنة حاليا غادي تشوف المشية وغادي تشوف القوائم باش تقدر تحدد رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة هنا بدينا تندققوا بدا تقلبوا العيب اللي مستغابر تقلبوا القمرة تقولوا العيب ولكن غادي نقولوا واحد نقص جزارة استفسار مغاديش نقولوا نقص غادي نقولوا واحد اختلاف حتى هادو راه النخبة هاد الناس اللي تيتفراو حاليا انا قاتل اللي تيتفراو حاليا هما انتاج النخبة أحسن من أنتج سلالة تمحضيت تتبارى حاليا من فرقة تمحضيت منطقة الأطلس المتوسط 53 تجمع ديال 65,000 منخرط قيادة طاقم تقني وإداري تترأسهم الدكتور أبو ذر محمد مع نخبة من التقنيين والإداريين من أجل الرفع من منتوج وإنتاجية وحفاظ على سلالة تمحضيت في منطقة الأطلس المتوسط. مهم الإخوان تنشكر المتتبعين اللي وصلوا معنا لهذه الدقيقة هذه مازال الإخوان تتم ديال الفيديو
مازال ان شاء الله فاش غادي يعلنوا على احسن خروف لسلالة تيمحضيت بعد مهرجان. نخليكم الاخوان مازال ان شاء الله اخر فيديو غادي يكون ديال الحلي الفحل. تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع.